جاي تشتري حاجة؟ يا باز بنزين يا ديك؟ أكيد محتاجه، مش هتعطل بعد التصليح. فين مفتاح الرب؟ بقالي 5 دقايق بدور عليه. أكيد طبعاً. تعالى في أي وقت. من شهرين كنا في كريزي ويلز بنحاول نجيب أكل، افتكرنا إن المكان لسه في حاجة ممكن ناخدها. عارف ليه؟ سيد جون، أنت هناك؟ أنا أوبراين. استنى أوبراين، أنا قرفت من الشغل الزفت بتاعك ده، عندك أخبار ليا ولا لأ؟ أقصد ماشي، عندي أخبار. تمام، إيه هي؟ أنا عايزك في مهمة واحدة أخيرة. هو أنت سمعت اللي أنا قلته؟ أنا زهقت من ده. مهمة واحدة أخيرة، بعدها هقابلك شخصياً وهتشوف اللي عندي. انسى. تاني اسم ليها كان إيرين، صح؟ سارة إيرين ويتكر؟ ده اللي مكتوب على الاستمارة. مهمة أخيرة. مهمة واحدة أخيرة. بعت لك تفاصيلها. معاك أوبراين. أهلا. هاي. أنت مستعجل مثلاً؟ ايوه، فاكر الوغد اللي قلت لك عليه اللي اسمه أوبراين؟ واضح ان عنده اخبار يقولها لي، بس في حاجه اخيره لازم اعملها له الاول. ايوه تمام، لازم تيجي معايا. فعلا؟ لا، سكيزو كلفني بمهمة إني أوفر النبات للكل. انسى يا سكيزو، هنزلك بعدها على طول. انت آخر مرة شفت فيها هليكوبتر؟ أنا هقوله إنك أكبرتني. ما بتقدمش أبدا، صح؟ هنروح فين؟ عند بحيرة ميلاكوا، عارف مكانها؟ أيوة، دي شمالنا فأراك جنب طريق والدو. هنعمل إيه ده؟ هتكون مروحية نيرو على الأرض بتخلص أياً كان اللي بتخلصه، وأوبراين عايزنا نشوف بيعملوا إيه. هو أوبراين يعني شغلته إيه؟ قائد مهام؟ مدبر؟ لأ، الخبر البوزر. أنت عارف ليه إحنا هنا؟ بسأله خلاص، الأمر كأنه طلب منك تنط وانت سألته عن الارتفاع. الموضوع مش كده. أخبار الدنيا إيه؟ مش وحش، الأمور كانت أسوأ فهمني. في الحياة ما عنديش مانع إن أشتغل في المزرعة وأشيل الحشائش والزبالة. تفتكر أيام الطفولة وانت متعود أروح مزرعة عمي جنب إدريان على حدود إداهو، وانت بقضي الصيف شغال في حقول البنجر. كان عنده موتوسيكل صغير كنت بتحرك بيه، وهناك اتعلمت السواقه. خد بالك، انا هناديك ببال المزارع. لما نوصل للموقع خليك جنبي مهما حصل، و بس ما تخليهمش يشوفوك، هيتبسطوا لما يقطعوك. تمام تمام، فهم. خليك زي ما انت ووطي صوتك عشان ما تموتناش. شكرا انك جبتني معاك يا ديك. كويس اني اخرج تاني او اني اسوق موتوسيكل، فاهمني؟ ها ايوه. طيب خليك قريب، انا في ظهرك.
سمعتش عنه من فترة. عايز المنطقة تأمن حالا. مش مصدق ما توقعتش اشوف واحدة من الجزئين. اه طايرة. طيب راقبهم، الجنود بيخرجوا وبعدين يأمنوا منطقة الهبوط، وبعدين يجي العبقري باحث او عالم او ايا كان يخرج ويستكشف المكان. حاجات علمية بيعملوها هنا، انا هعرف ازاي. طيب هستنى هنا. يا فرقة اكدوا حضوركم. هنا تمام. على تمام. كله تمام. طيب ان كان ولا بد احنا بنجمع عينات عضوية. قصدك فضلات؟ ايوة. فضلات ايوة. يعني احنا هنا في مكان مهجور علشان تجمعي فضلات مسوخة. بالظبط. تمام كفاية كده. ملاحظة ميدانية 20102، بعد تحليل العينات العضوية من المناطق 2 و3 و4 ب في اثر واضح لوجود نبات جلاتونيا بروفيليتا. ايه ده؟ هو مشهور بالخص الهندي. محدش يقدر. بالاضافة لحبات مهجنة من العرار الشامي. مين هناك؟ واحنا مهتمين ليه؟ ليه مهتمين؟ ده معناه ان المسور بياكلوا اكتر مننا. بياكلوا الزهور والنباتات والعشب والمواد الصلبة وحاجات كتير. اي حاجة بياكلها الغزال. هي فصيلة شبهنا بس عندهم معدة ممكن تهرب السليلوز على نطاق اوسع. ايوه تمام. وبعدين؟ ده معناه انهم مش هيموتوا من الجوع بعد ما ياكلونا. ما اعتقدش ان الوسوخ هيختفي قريب. لا ده وحش. طيب ارجع للموتوسيكل. سمعت أي حاجة على اللاسلكي بتاعي؟ شيء غريب جدا. بيدفعوا كتير ويجمعوا أغراض المسوخ. أيوة قلت لك هما بيعملوا إيه وليه؟ أكيد عندهم قاعدة في مكان قريب. ها؟ مرقبتهمش؟ أيوة هما دايما بيستخبوا ورا الجبال ناحية الجنوب بسبب زحمة الطريق، بس ما أقدرش أقرب منهم. شوية سفلة، هيبقى في حاجات كتير يجاوبوا عليها. أيوة. هنروح على فين؟ سؤال كويس. أوبراين انت سمعني؟ رد يا أوبراين. انا هنا. خلصت؟ ايوه حصل. هقابلك فين بقى؟ ما توقعتش انك توصل بسرعة دي. هبعت لك الاحداثيات دلوقتي بس هاخد شوية وقت عشان اوصل هناك. أوبراين حول. يا خبر، هو فاكر ان انا بعمل ايه هنا؟ استنى، عندك حق في حاجة واحدة، اسلوبه مبين انه مش سهل. استنى هنا، مش عايزه يتوتر لما يعرف اني جبت حد معايا. تمام، هراقب الموتوسيكل. شفت اللي يكفيني من اغبياء نيرو في يوم واحد.
طيب هرجع. أوبراين قال إن عنده أخبار، عرف اسم باباها آيرين. مش ممكن تكون عايشة، بس هو عايش ليه هي لأ؟ ها؟ أهو هناك. يا خبر، لازم تبطل تعمل كده. معاك ايه؟ ماشي، بص هقول لك الحقيقه مع انها مش حلوه. لقيت حد قادر يفحص شويه الملفات اللي تعودوا يحتفظوا بيها، مع ان كان في سجلات. تمام يا أوبراين. ايا كان، ساره ويتكر مراتك هي اللي دخلت وحده الجيش العلاجيه في المسطحات اللي جنب سيلفر ليك، ومكتوب انها عملت عمليه لست ساعات واتنقلت. تمام، نجيت من الجرح. نجيت كويس. ايوه مكتوب في السجلات انها خفت خالص، وبعدين اتنقلت لمعسكر تاني في ضواحي شمال. طيب يعني ممكن تبقى عايشه حتى بعد كل الوقت ده؟ ممكن تبقى عايشه؟ لا. يعني ايه لا؟ المكان كله اتدمر، كل حاجه كانت متدمره، وما كانش فيه اي ناجي. انت نجيت وهم نجوا. استنى، ما كانش في حاجه بتحمي المعسكر، فاهم؟ الطريق 97 كان ولسه مليان بمصابين، نصوخ من اول لوس انجلوس لحد الخليج، ومن ساكرامنتو كان مليان بالالاف. تمام. والالاف من ماشي. النصوخ ما قدرناش نعمل حاجه. انا فهمت، يعني انت هربت. مين جه معاك؟ ناس من نيرو ومسؤولين وناس بس بتصريح. كده افراد النيرو المجندين، الافراد المسلحين، الضباط اللي المفروض يحموا المدنيين. انا عارف كل حاجه عن الحشود يعني يا أوبراين. عارف ان ما كانش في ايدينا حاجه. عارف كنت تعمل ايه؟ كنت تجيب شويه معاك، كان ممكن تنقذ ناس. ما كانش في امل، ما كانش في اي وقت، ما كانش في اي فرصه، فاهم؟ وقت ما وصل الحشود كانوا اتقلبوا خلاص على بعض. لا فهمت. أنا آسف على موضوع مراتك وعلى كل حاجة حصلت، بس أنت لازم تفهم، لو مكنتش ركبتها معايا اليوم ده كانت أكيد هتبقى ميتة. أنت عملت الصح. ولو كنت قررت تستنى، فالحاجة الأكيدة هي إنك كنت هتبقى ميت معاها. أنت فاكر إني مش فاهم؟ أوبراين، شكراً إنك أنقذتها في الليلة دي. يعني انت اسف بس كده يا أوبراين؟ انت اسف؟ الموضوع كله كان زفت تضييع وقت.
اللي بيحصل ده؟ بوزر بوزر، يخرب بيت كده يا بوزر، انت رحت فين؟ مستحيل. طيب بوزمان رحت فين؟ أثر جزمة أكيد هو، لازم أبص عن قرب. إيه ده؟ ماشي خلينا نشوف إيه اللي بيحصل هنا. من هنا ديك، أنت لسه هنا؟ معك ريكي ديك إن سان جون. أيوة يا ريكي أنا هنا، إزايك؟ سكيزو سأل عنك وقال إن بوزر ما جاش الشغل فقلقت. لا 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 احنا بخير، كان عندنا شوية حاجات لازم تخلص، بلغي سكيزو ان احنا هنرجع في خلال ساعة. تمام. هاي انا مستعدة ارجع هناك تاني واصلح المحاول، انت سمعني؟ ايوة صح. طيب بس وبيقوليلي امتى هتيجي؟ قدرت احس بالمية السخنة، هستمتع بالدش ده على طول. ايوة طيب ده شكله. ريكي اسمعي انا لازم اتحرك، ديكن حول. ماشي فين؟ مسكتك. خبر بوزر، ايه ده؟ لما كنت برا فكرت اروح السوق وقابلت شوية ممزقين بيصطادوا كلاب. على مهلك لسه ما تعداش. ده مجرد كلب بيصطادوا ويموتوا الكلاب القوية. مفيش حاجة. لا لا ما ينفعش ما ينفعش نسيبه هنا يا ديك. لا ما ينفعش ما ينفعش نعمل كده. هنا هنا خليني خليني اعمل ده. حقيقي انت تقدر يا ولد. تمام انت شايف. تمام تمام. يا خبر يا ديك. مش ممكن. مش مشكلة، بس قلت لك انك تمام. ما تخافش يا صاحبي، ارتاح. جاهز؟ جميل يا صاحبي انا مستعد. انزل تحت. حررنا كلنا واحد يا حقيقة. كويس؟ ايوه دي اخر مجموعه منهم. شكلك فقد الامل. انا بكره الاغبياء دول فهمني. ايوه 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 صح. يلا نمشي خلينا نخرج من هنا. ايه اللي حصل؟ كان شكلك مش عارف، كان شكلك تعبان. انا مش عارف، بيتهيأ لنا بس كنت عايز انتقم من الأغبية دول، لكن مهما انتقمت مش هشفي غليلي، فاهمني؟
لو ما عملتش ده عشاني لدراعي أقصد ده مش هعرف كنت هكون فين. أقصد يعني كان قصدي أنت فاهمني مش كده؟ هو كويس؟ أيوة بيتهيألي ما عنديش اختيار. ولا أنت كمان صح؟ طيب يلا بينا. أنت موتوسيكلك ايه؟ ايه اللي حصل؟ حصل ايه؟ انت عارف قصدي، قال ايه اللي ببدلة الفضاء ده؟ مش مهم، يلا بقى انجز. بوزر انت ما ينفعش تعمل ده فعلا دلوقتي. حقيقي؟ انت فاكر اني احتاج حاجة اكتر عشان اضربك؟ ما تنطق ليه؟ انسى بجد ايه اللي حصل لسارة؟ ها؟ فين مراتك يا دي؟ فين مراتك؟ خليك تحت يا صاحبي. زهقت؟ فين مراتك يا ديك؟ ماتت يا بوزر. سارة ماتت. أيوة هي ماتت من فترة كبيرة، وانت مش شايف انك حزنت عليها فترة كبيرة؟ مش قادر. الخطاف ده قوي جدا يا حقير يا حقير. ايوه ده السلاح الوحيد. يلا بينا. مش قادر. انا لازم ارجع للشغل بسرعه، المعسكر مش هياكل نفسه. هو ده السلاح الوحيد، لكن برضو ضربتك بيه 3 مرات ورا بعض. محرج جدا. هنروح فين؟ هنرجع المعسكر. لا لا لسه لازم اشتغل ورديه، وصلني هناك. هو شمال معسكر شيرمان. تمام. طيب هي ماتت ساعتها وما كانش في حد يقدر يعمل لها حاجة، لا انت ولا غيرك. كان لازم اكون هناك. وده كان هيفيد بايه؟ خلاص انسى الموضوع، خلص. اسكيزو انت هنا؟ معسكر لوست ليك يا اسكيزو. ايوه ايوه ايه الاخبار؟ دخلنا في خناقه مع ثانيه. هو فين اخوك؟ ده ما جاش الشغل النهارده. ده سميه ايه ده؟ ممكن تخرس وتسمعني؟ انا كنت بوصله لحد مكان الشغل وهجم علينا ممزقين. مش معقول. فين؟ بره معسكر روب. لازم تقول لايرون مايك ان كارلوس جاي في السكه ومحدش هيوقفه. اسكيزو انت هنا؟ معسكر لوست ليك يا اسكيزو. ايوه ايوه ايه الاخبار؟ دخلنا في خناقه مع ثانيه. هو فين اخوك؟ ده ما جاش الشغل النهارده. ده اسميه ايه ده؟ ممكن تخرس وتسمعني؟ انا كنت بوصله لحد مكان الشغل وهجم علينا ممزقين. مش معقول. فين؟ بره معسكر روب. لازم تقول لايرون مايك ان كارلوس جاي في السكه ومحدش هيوقفه. تفتكر انا عمال اقول له ايه؟ بقالي شهور. ايوه هعرفه. احنا رايحين ناحيه دومولو دلوقتي. بوزر هيكون في الموقع بعد دقايق. هو
كويس عشان هو مديون المعسكر بنص ورديه بدل الشغل الفوري. اسكت يا سكيزو. بقول لك يا نيك، معسكر روب تقريبا في الاتجاه المعاكس لتمام، مش كده؟ احنا خدنا الطريق الزراعي، حول متخلف. يا خبر يا سكيزو. افتح البوابة. بالطبع. يلا يا جماعة. يلا كملوا شغل. كملوا. لو ما اشتغلناش مش هناكل. قلت طيب. هي كده. انت. لازم نجيب المحاصيل دي. لو ما شكرا على التوصيلة. هنموت من الجوع. أي خدمة.